باب النهي عن الخضاب بالسواد حباب يهمد وإن صوم الرأي وتي الذي دنا عرض الذي دنا إن لا تفوه وإن صوم الرأي تي لبعض نواته ريب الدل إسكر ريبي عن الخضاب بالسواد شيء مدو مذب كم مدو إن لقوا علانته دواء مدو بيسي علان مدو بيسي واحد رضان با إيوا إيوا برون إيوا وذات قاضو بالله بايا حوا برون كويسين يا شامبل ولا قيو كدي من مدو بينيس آي أضاد دون تعتر بمرمري أضاد دون تو بحول بأشي صدق إنقاسي خدي كدي من مري المهم الرضا وحو البوم مدو بيا لقاها الله نعدون عن نقضه ما بيقول سواد مدب وحكو حريك ومحرين حنا وعلان مدو نبيقول مدين وحو يلي بسواد الله اسكي إلى عليو إمام كنا تاسوك هالله أخبرنا عبد الرحمن ابن عبد الله عفوا ابن عبيد الله ابن الحلبي عن عبيد الله هو ابن عمرو الرقي عن عبيد الله هو ابن عمرو الرقي وحما كبودي الحلبي ميا إذن ديقان ساسافيعا دملا عن عبيد الله هو ابن عمرو الرقي عن عبد الكريم ابن مالك الجزري عن سعيد ابن جبير الأسدي عن ابن عباس عبد الله رضي الله تعالى عنهما رفعه نبي قرسيي أنه قال سبحانه إنه يجي قوم سيكون قوم يكون قوم بان انت قصوا من نساء أبو داود يكون قوم رواية كالي سيكون أقوام انت بو ويتمد قوم قوليو يخضبون كعلامان دونا بهذه السواد مذب كان مدو آخر الزمان حلق الضنب مكو نبي قد انت كدب وانا حلق باشو بالأبطي كحواسي الحمامي قولي ذا قلقلي ذا كأنمو دكواس لا يريحون رائحة الجنة جنة عرفت إذا ما عرفيا من أهلا حواس الكوة جمع حوصلة حوصلة دونا حمامك قولي ذا صمت قانان قولي ذا يلا بقي بوضا مدوا مدسك عادوا مردين مدوب إلى ذا وإنه حندي جرائي ذا قال قرآن ديقان يسو أرضاء يأدونك لقلقي ساسنو ديجي سكرم ويسان مرك خدي باكو تالو قولي ذا والسكي إلى لنشري ويكو هبار لما تابن كروا أرضي بالورنج إذن تانو عاصة تقدران باجرتا وعنها سوب بوران حقا نقوم مدوية وضن كأنكو ما بنو سوماليا كما أرقل لكن ميلاها كلان دوني ذكرا يا حيوانات كما كانت فيرسوتكو أرقل إذن روحي وعاص حقا ندقو بي عرو بي وقرك مدو بي استمعوا يقياي قل بولادي قول لي بو يقياي طيب لا يريحون كواسي ما عرفيان رائحة الجنة جنة عرفت إذا مهلا رواية كالحديث أولي هاي وعوها يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد لا ينظر الله إليهم يوم القيامة حائما دون آخر الزمان كقوليو كحلا أنت إرادة مدحا يمد قركة ومرية مدى بمدو كواسي إلهي آخر مئيو رواية هذا الهزان لا يريحنا رائحة الجنة جنة ما عرفيان حديث ابن عباس وحوليه لبطريق بليه طريق وطريقا صحيحة أو من طريق عبد الكريم ابن مالك الجزري عن سعيد بن جبير عن عباس طريق أسوي طريق اللبات وطريق مرية أصغنا كإيمانا من طريق عبد الكريم ابن أبي المخارق أبو أمية البصري عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس هذا إنه تابعي إنه سعيد بن جبير عن عباس طريق اللبات وحو مرية مجاهد بن جبر عن عباس مرك طريق أصغنا ضعف باكجر وذاتك اللي جاهدو وذاتك اللي جاهدو عبد الكريم ابن أبي المخارق أبو أمية البصري وأنا ضعيفة وأنا صدوق في دينه لكن وحفظ حما مرجئ نوؤها كان يدعو إلى الرجال مركب محادثين يلفين إنك أقادين لكن حديث كيسو وحسن في باب المتابعات صادرت الحافظ الهيثمي حور مجمع الزوال إسناده جيد سوق أب من أبي المخارق إنه يهي من ضعيفة وحان حجيستو هذا وشعل وذات كان هذا ضعيف مالك وأنا لقوا إذا مالك وشيوخ ذيسة لم يروي مالك في موطئه أضعف منه بأن ليجادة السوق اللفظ بسوحاوة يكون في آخر الزمان قوم يسودون أشعارهم لا ينظر الله إليهم طبراني ما في الأوسط قصة صار يا حكيم الترمذي في المنهيات
مرك لبضع طريق يا حديثك أيه ولاية هاي لبضع طريق وحديثك ولاية مرك أنا بقول راعين حديثك كلا جابر أنا راعين حديث كان لقى سوق ميت كان عبد الرحيم بن ناقي الجزر واصح عند الحفاظ ابن الجوزي أبو الفرج ابن الجوزي وحوها ولادها قبا إن لم مرسن كره عرض إلا مذوبين كرقبوها مرك الكتاب سأل الموضوعات يحدثكم كل شيء وموضوع بوري وموضوع بوري لأنه أسقى باشا مرسنجر وكوأ فيسنا مركا وبالتالي حديثك وذاته حفاظه وحكودة هذين من الجوز وواتكو خلال نمي داعي ذا الإمام الذهب وحولي هاي تلخيص الموضوعات كتاب لا يجاد موضوعات هو تلخيصية مركا سلوات قفتي والحديث صحيح وحنا كورك هذا كمجر محايا إلي ابن الجوز وحول عبد الكريم كان وحاول يولي وعبد الكريم ابن أبي المخارق أبو ميت البسري الضعيف مطلقون وهم منكر بور إذن فهو موضوع وحلول هرطة اللباء اللقائر مدكو بعد وذات كان عبد الكريم وابن مالك الجزري من رجال الشيخين والحديث صحيح على شرطهما بدليل إنه ابن مالك الجزري هاي أبو داود نسخ سقيبة كمدة وحاكوي مدة أصوه منصوبة إنه ابن مالك الجزري هذا إنت أديده بيهقي في الشعب وفي الأدب بغوي في شرح السنة أضياء المقدس في المختارة أسوى حديث كوري من طريق النساء وأبي داود حعد إنو يهي ابن مالك الجزري تاهرت أقوبها الليل تاسي مركا وحاتكو خلطي وحين دوا دقنو ليهي حديث كموكو إنو جوزو قونصدي دهين راو مقعيس مبهما أو أركو مقعانا اللي برهو إليهن يصدح يكبرا قيب دعفاي قيب ثقاد وكبارا مقعو حكوف السرها يا كي ضعيف كهسو أولكعو حديثك dhaqanka horan boo kugu dhaqanayo waxa laga dhageysan maayo sidaa dadka xadiidka mid labaad baa leeyahay hadaan ka soo qaadno inuu yahay ibn abil mukhariq al basri xadiidku waa dhaif dhe maxaa mowduuc keenay ina dhan kala leedahay way cadaha leeyahay xadiidku waa dhaif baa kugu filan waa mowduuc maxay tahay wadadku waa dhaif nin baa xadiidkiisa xoojiya malik baa xujeysta ibn ishaam nurahuyo la waydiiyay arin ku saabsan misal fiqh حديث وسقول أي مجنون شقي بحجيجتي نقول أن ضعيف لكن لما قرأت الحديث هذا موضوعات مركا دائما كود دين محام موضوع كده جاي مركا وأوش حافن حجر ورنجري قد يدي أبو السنابل من بعكك وذاتك وحاسو كؤا في سنية هاي فتوى لقمه ويدي يقول وذات الرباد كؤا في سنية شيخ ومسألة الرباد أنك ويدين هاي أسكو دين ولي لا سقى الرباد كو قنع الصدا ومضى قنع سكو باب بيئي مركز ساتر هاي قال عصام مسكين وعامة ينهاي الشيخ بلها وشاسي مسلام حد كلا هذا أبو السناب لما بعك إسلام ترى بينه جرس صقر ما يسأ مركز جديد دي حق إنه كوع على القبائل يصون وان طل كذي إن ما كيسكون في عناية قبل رصين لها وحول والله إن عدل لما إن حتى أدش سطه أقصى الأجلين ورواس ذي بيت روح الله إيش قطان الله من عدده أي كل ما أنا يسوه بوضع الحمل ما يبوري أفرد بلود يتبنها بين أذن ترصنين حرام بيكات طيب نبي مرك اللوجي محور كذبة أبو السنابل أبو السنابل حافظ قول وفيه القاص وقفت عورا كجرا وذات كوحك في سن هاي والله سكيل علي فتوديس ليش نفط ونفط عيفاء شبهة قاضي شهوة قاضي سد أسقط شعلة يا وح يا نفط وشيء نيس مركا سفي عن أباري ما هي مسألة ده بقول ما هي بحثة ودقدقة يا ليش هل كانوا بكو آفيس نابا ورقينا فانتين بنو ملك مرك المجوز هو شاس وركي سوال اسكتور معنا ملها سيدا درت هذه حديثك وحا صحيح يا الإمام الحاكم ضياء المقدسي الذهبي لبقوا رب حديثك سوعي الذهبي بسنة مرنا سيرك وكذلوا الحديث حسنور مرنا المجوز مكو دين حلوة حديث صحيحة وحي لا أنا ملها وذاتك الله إذا صلاح الدين العلائي كتابك سأل النقد الصحيح النقد الصريح لما اعترض معها على الكتاب المصابيح أصنعوا حول حديثكم على شرط الشيخين صحيح بكل هاي أدب وأبا بمجوز يهوليز حافظنا حاجة سودة وكالي كتاب سأل القول المسدد في الذب عن مصد إمام أحمد واتقرنا يسان أدب وغاها الله ابن عبد البر تمهيد كيسة بغوي مركو حفاظة صدا قد يده ميل بيسارين وانا سأهوشها صحيح هوي نمو البو حديث كفيرية قوليها حتى هضا إلى هذا يهوش كو آفيس حديثك مالك مرة مكة وحدهن مجمل وي حديثك واصحي وانصل لني لكن معني سان عطي ومحاجرة
وحادع كرتيل ينقليه إن يوحك على علابكم كم متين يوعيد كان يتشن على أنتن يعرف الأنتن لكن أصلاً يوهايد إن قرمدوا بايه وحلوة تأويل القرامطة والباطنية تأويل القرامطة والباطنية هاو شاهد دي صورة قشو هل حديث ولا آية خصو عن بيس وحيا بي جهمية إيا قرامطة إنو كهيزاني مركو حديثو كهري ما دهادا إنو كهر قينو هدونا واحد سوفيا كهيل إيا خرافو إيا باطنية قرامطة شقيسا ديتو لنو والا تحريم والا أول معايا إلي وحا حديثو كعدي هاي وامح قوم يخضبون بهذا السواد في آخر الزمان كحواسي الحمام لا إلا وامح الحكم وامحي لا يريحون رائحة الجنة هذا هو الحكم أما إلهي فيرن ما يمالك قيامه محاني الله أفيرنين عرفت الجنة إسان أهلين أنهم يخضبون بالسواد وحيدا أصوليين ترتيب الحكم على الوصف وحكم بعلية الوصف ترتيب الحكم على الوصف وحكم بعلية الوصف أما ترتيب الحكم على الوصف ومشعر بالعلية وحتى هذا بقى إذن اسكو حركة النبي اسكو حركة إينا ملو استعمالان إيا جنة أرسان مهايان معنى دوام محاي وحكم إيوه الذي سي حكم إيا السبب كيسي حكم وامحي ووعيدك لا ينظر الله إليهم يوم القيامة أو لا يريحون رائحة الجنة هذا هو الحكم وعلة وامحي إذن إيناي قرك مضح إرادها مدوبية حديثكم مركة معنية سواسككو بيها هاي أنا أقول بحديثك كلا كده من أوحي فقه كجر أنت الماما دين كجار إن شاء الله أخبرنا يونس بن عبد العلاء قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني ابن جريج عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر قال أتي وحا لكيني بأبي قحافة عامر بن عبد الله يا لكيني يوم فتح مكة مالك النبي مكفرتي ورأس مدحيسية واللحية قركي سنة كف غامة بوهود أدمودو ويدو أنه ساسا نديه جري قيت كبوهود قيت كعداس وقرن ميزاني مركو بح عضا بركي ما هي فراش كان رمية كده كان جري قيت كاسا نوفس يعني قيت رمية كبحو كمر حد متشرين مركا ثغامدو سيدا أمبي ويدو نديه جري يدنكو حقو فسيدا كان يتعلى عند العربنا وقيت أصور النبات أوه مركو إنقو عدادة مركو إنجو أيوة عضاضة وحنا النقطة سيدا قميص كاسو كلا عانه كلا بوهد كنا با ياويت مركا كثا قامة بوهد كلا بيان حق عدينك حق عدينك إسكش إلا وحواتمو كان هو جيد النجارة لكن عدينك إسكش بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حنا بيقول غيروا هذا غيروا بدلا هذا عرنا هذا عد بدلا بشيء مذوب بدلا واجتنبوا السواد مذونا كذا رادا مذونا إسك إلالي مدونة إسكيلالية الإمام أبو عوانة صحيح سأما مستخرج على صحيح مسلم وحب باب استحديد كان باب الأمر بخضاب اللحية وصبغها وحضر الخطاب وحضر الخضاب بالسواد يا إلا حرمي إن مذو اللقوع إلا أنتو حديث كان أصغو ابن جريج وحام متابعي جماعة من الثقات جماعة من الثقات وبعض الصدوقين أيا كل راعي أسجل رواية عن أبي الزبير وحكم إذا مغيرة من مسلم عن أبي الزبير أيا كم إذا لفظ السنة غير هذا الشيبة ولا تقربه السواد بدلا عرضا مدون هود ويننا وحام التابعي ليث بن أبي سليم النضع في كل جراء عن أبي الزبير لفظ سوى غير هذا وجنبه السواد وجنبه السواد وحام التابعي أجلح من عبد الله الكندي ونن صدوقة حسن الحديث عن أبي الزبير وحام متابعيه حتى في صحيح مسلم في أبي عوانة في مسنده أيوب ابن تيمية السختياني بمثل حديث ابن جريج وحام متابعي زويد معاوية غرز عزرة عرزة ابن ثابت وإنه من دون إن شاء الله تعالى أما وداد كأبو الزبير حديثه حكور رعي جماعة منه حكم ذا أبو سفيان باكم ذا عن جابر وحكم ذا ابن المكدر عن جابر وحكم ذا عطاء ابن أبي رباح عن جابر وحكم ذا أبو رجاء العطاردي رقاصة مركة كرة عي أصدقنا الرواية ده إيه هل شبهه ونمعان لهي وقوليها ضنبيع عرور تهدي إذا حديث بانكه الله إنه عصر ينجو أي شيء شيئان أي أجرة أصلا لو حاب الله بي وداد كويتيا وحاكم المطير اللي إذا هذا وأصلا قرد كم يدو بيستيع مدى حضا كويتيان رسالة قري مركة إسلام بضم من قدام مالي وحال سوفي جار ملايني مركة وحلسه استاقي يدي حديثك مدرج وركن وجنبوه السواد
حروى مدرج من كلام أبي الزبير أبي الزبير إما حديث جابرنا كما سقنا نبينا كما سقنا يعني وانين ربا حيدا صومالي ونين بن له دليل موايو أحاديثان صحيحين كو حديث كو مادة حفاد واوين أيسن صوق وان أم أيسن كر الدين علمته ومما تلقت أمته بالقبول صحيح مسلم بحديث كجرا أسوق وسيدنا من هذا الوجه ولبا من طريق عبد الله بن وهب عن ابن جريج هل حافظ أن كديري حديث كأما كن نقضي مسلم مجرا حفاد واوين ذا حفاد أبن دقي مسلم كتاب كزمكو قرم حاكم ذا الحافظ أبو زرعة الرازي محمد مسلم الموارع باكم ذا حفاد واوين يقول لي ضنبي حتى قرني كدي يسيك الدار قدني أبو مسعود الدمشقي رجع العصلاء وحنا قضي في حديثك وحاول مما تلقت الأمة بالقبول فهو صحيح بالإجماع إن لدردران لم يليك حديثك هو من كلام رسول الله وحاول مغراتك عاية طرقك لي أن مرى إن أبو الزبير ببلفظ كل مادة حديثك لو كم ضحبنا أن جابر ببنسك كل مادة هذا ثم رزع من حديثي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما مركا قد يدرس مركا حديثة سواد كديديسة صحابة اللقورية إلى التبنية اللقارسية إلى التبنية اللقارسية لبس صحابة ضمن هاي النابة جابرية عبد الله بن عباس وحاكو درستها أنس بن مالك وأسونا حديث كسوه صحيح يا هاي أنس بن مالك وحاكو اللقورية أسماء بنت أبي بكر وحديث كذا يدون حسن يا هاي وحال لقوري أبو هريرة وأسون حديث كيسو حسن في الشواهد وياي أبو الدرداء بل لقوري أبو بكر الصديق نوى لقوري أضيقي أبو قحافة أضيقي دلي خليفة المسلمين أسنوها لقوري مقعي أبو بكر عبد الله ابن عامر طيب مسوى عثمان ابن عامر وهي أبو بكر عبد الله بن عثمان ابن عامر ابن أبي قحافة المهم صحابة هذا وحينه شيء تضبه صحابة اللي جوريا وهذا كانوا يحكون إلى صدح صحابة وكانوا يحكون دران بركة لبدأ حديث أقول صحيح سرى ما جاء في الباب يونس يكون قاب صدي وهذا من دقته رحمة الله تعالى عليه علالك لودي ذي أنت علماء الشيعين أن خلاصي وحل لودي ذي محل لودي ذي إن عرضة هي مضح قرك عريس لما ذوبيه علا بدل ما علماء الشيعين وحاكم ذا غالبا وتغرير يغشي يتلبسوي نوين وأضيع قدام كرري أمد الله الشمي أي أول رسكت جاي وإنها فيحيني بل وحاء يا ذو إلهي بكوب بركي عمر كسيي مركب محاد بكاك قرية الأصل الأول أنه وامحي وغرر يخداع يتلبيس يغشوي ومن غشنا فليس منا صادرت يدبي وداد تابعين تكمدها وقبئين اللي مدو بيسنكروا عرادة يحبجي لكن مركب الإسلام أباهاته وشيقنا الأوضاته وحن عراد قرن سايتا ننو أفضوني وحكوه لكن هوينك هدقيني مركز قبره شكان سيس وحات هذا هكوك كتسومين تمهن مذو معي إلى وان سوهبي صار دب بيجري إلا الله بعد علماء أي شيء وحوي هذا ينصوم مرة عرضه وكرامة إلهي ووقاري ويناوي نبي إبراهيم بان الله شيء عليه الصلاة والسلام أحد كأهل رية عربين وها أثر دورنا كتمت أمتي يؤبد كي سدينك راعينا إلهي وقارب وقد لك هذا الشيء نورك وقارك وينانتا يقدرينتا يقيمينتا آد مذو بيسو فكأنما رفضت تلك الكرامة وحلمتا ينين دي دي كرامة إلهي سي سيدا درت هشيم البشير السلمي أي وحوها ومرسلتماها ومذو بينجر واقد دنبا وحوين وذات بأويمت مركزوري هشيم وحنك ويدي وجاءكم النذير محل غيري حلو حل غيري إن يتها الشيء ساسا برها ها مركو حوري هدي كورا دقي وكوسو در بقر يروح القدرين يسو وكوسو در إناد أحد كود دقي وكوسو در
ruuxa lagu soo digay ruuxa lagu soo diray ee boqorku uu ku soo diray digaha ee fariintii dhilada wada ma qadarin ma xurmayn mise wajigaad ka cadireen buu ma wad xurmayn wa qadarin buu ilaahay baa shufay ma ku soo diray buu diga ah nuur irra ah kadibna waad madoobaysay markuu waxay ka dhigan tahay adoo nadiirkii rabbiga kaaga yimid wajigiisi madoobeeyay meel geeyay muddu fikiray Hushayn Bashiir ruuxi inta ka dambeeyay lam yakhdib bisawaad لم يخضب بالسواد. إلا الله بعض الشيء صدق هذا الشيء قال السلف علوم الحوي وتغيير لخلق الله ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. إذن خلق الله إن لبدله قابك رب حو أبور إن لبدله في الأصل ما بنانه إلا بإذن تخصيص من الشارع. شارع نصوره يوحك صور ربنا مبين لما أدمركه. إذن خاصا ما هيسان أصل الله محي wuxuu rabbi cadeeyay inaan hee inaan la taaban la aqmarin cilada afraad ee wadadu sheegan waxa weeye waa min ficil jabbaarin baalay cilada in la dagaalamo waa dhaqanka reer Saxuud Soomaayda arag nimanka nafta ka bacday wada afka madow ayagoo 80 jirra 90 jirra tayib markuu waa min ficil jabbaarin wal utad ayaga dhaqan u leh oo waxay diidayaan cilada ka muuqanaysa maraydu tagi intuu tin cad isku arkaayo waa la dagaalamay maruu siibo maruu madoobeeyo qadihi iyo qadarka ilaahay socdaniin ka soo horjeeda wey walidaalika jamaca min asalaf waxay yidhaahdeen awalu man sawada bilkhidaabi fircawnu axadka ugu horreeyay ee timo madoobaysta waa fircoon baa la yidhi cire ninka ugu horreeya madoobeeya alxakim mucutabat alfaqii baa sidaa yidhi mujaahid ibnu jabri baa yidhi jamaca min asalaf ayaa sida odhan jiray mujaahid ka mid yahay waa ficlu mutakabbiriin dadka kibirka badan isla weyn falkoodii weey kuwa kibirsan warkoodii weey ayagoo diidaya koosanaya ceerada iyo cadaantaas xaggana doonaya in la qulso leey waad qooday iyo oday baad noqotay la yiraahdo marka fal khidaab bisawaad waxaa la yiraahdaa waa min sunnatil faraacina madow in lagu ceerada in la madoobeeyo waa dhaqanka faraacinada cilada shanade la sheegay xadiis daciifana ku yimid al khidaab bisawaad wa khidaabul kufar xadiis daciif ah wuxuu sheegay asaguna إن عرض اللمذوبي وعلانك قال هذا علانك قال هذا حديث كلو ضعيف وعلشان هذا سنوحو تلمامي إن اتماه اللمذوبي وخضاب أهل النار وخضاب أهل النار إلى الكادورك أي علوم ذو الشيقين نذريا نمكات فيرسو نذريا نمكات فيرسو ولقدتك حتى النسك نقل لقدتك ومعنا بناك يالوي محب بناك إيالا هذا وحي نسومي نشارع إنو ديدي عرض إلا سيبه cirada ninkii siibay ee meesha ka saaray iyo ninkii bedelay oo madoobay oo ku celiya asalkeedii hore asna cirada meesha waa ka saaray labaduba ninna wuu gooyay ninna gabi ahaanba ayadu bedelay tin madow buu ka dhigay meesha cirada ma joogto meesha cirada ma joogto ma taalo idan ninka madoobayay iyo ninka siibay waa isku meel weeye oo dajiidideedii iyo macdijeeda baacinteedu waa isla gurugeyntii weeye إذن لبا معانيه تفيد اللو دي دي او اها نور كي اناد بدل ايسا اما دول ايسا نفس القضية ايا ان لو اعلان تداوم مدو اما اعلان مدونة لو دي دي احاديث تم مركب بابك قصة ارورتي الفات كم مذا ان اخريو انتان انكبعين بابك حديث انس اصوح اكو يمد غير الشيبة ولا تقربه السواد ولا تتشبه باليهود وانا حديث صحيحة رواية اولي هنا ايايا إياي والسواد نبي محمد بارك يهود قرعد مركز المحيو قرعد يهين ومضح وضبوش وإياي نبي الله يهود بالي ينصاره مع اللانتان إرادنا ما بدلان ولكنكم غيروا وإياي والسواد لكن إدنكم بدلا لكن مذوق إيقا إلالية مذوق إيقا دورة أنا مذوق الحرقنا مذوق إيقا فقية إحريان لما ذوبيني حديثك أنا سوى حديث صحيح حديث أبي هريرة وعسوك يمد غيروا الشيبة ولا تشبه باليهود واجتنبوا السواد واجتنبوا السواد بها قيمة عديبة صوصرة بإسناد حسن في الشواهد حديث كالي وأصو أنس طريقي هذا إنه مريني وطريق لكيمة حديث أنس من طريق آخر دخلت يهود على رسول الله رسول كلاب يهود صوق شيء فسأل عنهم فقالوا يا رسول الله فقالوا يهود يا رسول الله وهم لا يصبغون وهم لا يصبغون عفوا فقال غيروا سيم اليهود غيروا سيم اليهود بدل أستانت يهودين ولا تغيروا بسواد مذونة
حكبذين عهدينا ابن جرير الطبري غير كي باصوص على بسند صحيح ابو الدرداء اصغنا حديث ضعف كجره حافن حجر وضعف سوارون ياي ابن حجر الهيثمي ويجي عفوا نور الدين الهيثمي ويجي هيثمي ويجي ضعف سوارون ياي وذلك ابو حاتم الرازي وموضوع يجي وحكوا يمد من خضب بالسواد سود الله وجهه يوم القيامه داو مذوبي سنن كم مرصدا الهي باخر وجهك سمذوبيه اسماء بنت ابي بكر حديث كذا وحكوا يمد غيروا هذا الشيء لاوجد بك الله زايد حديث ورنيس وجنبوه السواد ارد بدله مذوقنا كفقيه حد اثار السلف قاعد وحكت المانو الامام الشعبي عامل شراحيل أي وحوري سألت ابن عمر ويديي ابن عمر بن وحان ويديي عن الخضاب بالسواد إن علان ماذا والله مرسن كران ويديي مركز وحاري برسل صحابتي علان ماذا من مرسن جرين مركز من نقان علان كانوا علان ماذا صحابة شغل كمان لاي وحان نو نقان نبوري إن لجدوديو أما شال الله لقديو صحابة رقم كم يسنا قون مركز سعيد بكور هو يهدان شال الله مرسله ذاك خضاب أهل تهامة أهل تهامة تأذين لو قدر الله بدنيا وهذا نوا قرده وانتي وهوس دكانه تهامة إذا هذا لب ملا ساسي ريح جازي ريم مدينة وعلا من جرين لكن مذو من نقان وأنا أثر قصوا شعبي أبو مالك الأشعري أبيه وصحابه حكوري إنه يدي كان خضابنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هوها الورس والزعفران حلق الناس محنق وحنكو علامين جرى عرضة كتب دلي جري شيء قدودا أما تشال لها زعفران كنوا قدودين هاي ورسقنا هرود وكلوي هرود وارتغنا وشال وحصوص أبو عوانة في مستخرج على صحيح مسلم وأنا سند حوق بدن عطايمنا برباح بأسيق حولي هاي ما أرك أنت أنا سحابي كو علامين تي أما تميسي مذوبي رقن كرقن قدال كيمت وإذا ذكر لكو خلط دمين وي سيدا سوصونا تلما وانا أثر كسوغان وكان خطابهم بالحناء وهذه الصفرة بور سحابه وحيكون إلا من جرين إلا كان عادي قدين تقانا أما عص إيو شيئا هرود يحن لها يحمل كثير الطائي يا الله الله يداوم مذو بسد إلا كان مذو مركز إلهي بان قرد قرد كيسي بصاو قبطي مركز إلهي بان قرد أرطي تين والبائن دينار لغا دهب لغا سيد هل دينار الدهب أيان كتشعل إنا نطابنين مذا مذو أن أقمر مشو جيوجي دعو لي هاي قرد كأصد دي لقبت ما يقول نغني قل يوسف يا وعدي جيران قرد كنبي محمد وحكوبنا بقول لباطني أفر كنو مد حبو ومحاجر اللي يجي أنبياء يرسوش الله صدر وحي آيين بقول لباطني أفر كن قرد كنبي محمد محمد نغضي بقول لباطني أفر كنو حبو كتب تفقية فقيات بحاجد البيجوري وكو قران جرى والله قرا وادنا اثار بكد جنب ديب ملها مركا غرك انت الله كان مثلا اما كو دوا هل حب هذه تنكي بهذه لغاس دينار يا داوود مرسو وحان دورن لها ان ان مرسنين داوود مدويسو غرك ان ان اعلان عادي ان لا يماض ولادك لا يرادو شعل الحجاج اسق وافق يا هوش ولا لا عمر ابن ابي سلمة ودور قران سومر روايتيسا في السنن كو سومري اي كان لا يروي عنه شعب الحجاج إمام المحدثين نين قفلنا كان عيل كبا بالله بي رجاجة إن الله ضبقه الله قد قضه كان لا يروي عن عمر النبي سلمة لماذا؟ لأنه كان يخذو بالسواد حرم مبنى أن حديث لقى قاته لأنه هو مجروح العدالة وفاسق بو أركاي مرهضوه با إلان إرادة مذوبين أيوه دين لقى قاته مبنى أن أجروانا دي أبو داود بسوق قولي في كتابي في سؤالات أبي عبيد الأجر أبو جعفر الرازي واتقرنا يساد ابن زهري وذلك هذا نمر أن محدد كاي تابعي كاها أصوه حمر سنجري ومدوبي سنجري مضع إرادة حول لم أروي عن الزهري لماذا؟ لأنه كان يخضب بالسواد يخضب بالسواد هل كاسي سلف بضن قوت لمرين الإمام عبد البر وحسوقري أكثر السلف بل حول علماء السلف وحيقبضنايين إن عن لأقلين إن إرهل مدوبيه رجل فرقو تيرس ايا لوتيريا رجاس لوتيريا حسن حسين ابن علي بلوتيريا عقبه بن عامر بلوتيريا جماعه من الصحابه وصغارته دي بدن ايو بعض التابعين بلوتيريا انت رجا لوتيريا بدن كود كما سغنو
waxa ka sugana wuxuu u badan yahay wasma bahal la yiraahdo wasma ee marsan jiray wasmadu waxa weeye waa geed jaala ah midab jaalo bixiya midabka jaalaha iyo ka gudana cilaanka marka la isku daro iyo wuxuu keenaa midab madaw xigeena midab guduudan guduud tax ah oo aad ka dare baroonka kala noqonaya ayaa ayuu keenaa kaas laga soo guuriyay laakiin madawga saafiga wax marsaday ma sun wadaa yiraahda المهم ابن قيم وحكوسه جبا جبي كتاب جيزة تهذيب السنة حتى هذا سجناته فلا حجة في كلامي ولا في فعل من خالف السنة سنة منك خلاف وركيز وحك سوقات ملا اجتهاد كنوع عاسة هي خلاف كنوع عاسة لما اعتباري مالك بان لو يديو لي لكورا الخضاب بالسواد لما اسمع فيه شيئا بو حديث بك مسوق قارن حديث بك مسوق قارن مركا وتياض أن صومي عرضين لا تفوق كله وحبك ما قال أورنج لو كلوه مرك الإمام أبو إسحاق الشاطي بكتاب كيس موافقاتك باب قدم بيا آخرية خيافات كأن لا اعتبارين إن يعني وحبل لقى سوق قادين يجو ترى إجماع على سوق قوريو هلق كآخرية مرة دو ذاتك وخدمه خلاك سال لعذر دارا نينك سوق سنة قرني أم حديثك سوق قاري إنه كان نقاش أم حديثك ضعيفيو أما ومعارضك لكو كيونو وحلا قرنك اللي ما دال ربان مهي ولا تسقو خلدمي ورلعان يا خبر لعان ايضي وركي سي خلاف كيسو حبال لقام السوقات حقا مذاهب تهدانوس واللابتو مذاهبتو مذهب الشافعي مذهب الشافعي وأصحابه وحاويا وحاران على الصحيح من أقوالهم سيدة صحيحة نونا ففاي في المجموع وفي كتب الأخرى وحاران وإن مذوبيسو إحرادا اللي قد بدلوه وحكوي يمد بل الإمام أبو الحسن الماوردي كتاب أحكام السلطانية وحورنجري نينك محتسب كهيته الحسبة وحواجب كوة إن السوق وريغان نينك يكو أركان سوق الدواء من بيسم مرصدانة أي عقابان صوحران لا حساب تمام هل كاس الشافعي قرسين هؤلاء هذا قوي أما الحنفية شيخ الإسلام إنه كمال الباشا يوالد سكلا البحر البرهان المحيط المحيط البرهاني في الفقه النعماني وحيليه أكثر علماء الحنفية وحيق بان الخضاب بالسواد والحرانية ومكروه والكراهة هنا وحيدا وكراهة تحريم وأنا أكثر مشايخي الحنفي حنفي جمهور طودي يشافعيو الصحيح من مذهبهم وإن حاران تاي مالكيو وحبها ويدين محاولاتك ويحوي يجي إمامك ويمحول لما أسمع فيه شيئا اسكدا حنابلة قتمت أيضا سيدة الطائع علماء المالكية وحي الله سعودان جمهور العلماء انه مكروه هاي والكراهه تضل الاطلاق عند سلفنا وكراهه التحريم الا بدليل وصارف الا حنابلة كوت من احمد بن لويديو ليري من نعبت هاي ان عرضا لمدوبيه وحوري نعم اي والله الله ان كدارتي وان نعب هاي مقاس وحو دليل حديث جابر يا هذا مسلم اكو جيب بدليل شدي يا حديث طور ايو شيغي وحي دقاد ابو يعلى وحو كدري هذا الكاس من المسائل التي حلف عليها الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني بكتري ابن قيم بن أصبه ومن شرعه وقد قال لما مذاهب تمرك أفرطاء مذهبنا إمامك ورب الله قام هايو مذاهب تكالنا وحاوي إيه هل قاسي مرين شاء حنا عم بلو مركة وان كهونا يا مانا تشعلي يا دارت أحمد ودارتي كذا يسوح يسكو قبتين مكاو التحريم با مسوى كراهة تنزيه مركة نصوص تقود دليل شدب محيطو ساين أحمد وكل دقي نهي عطبة كيالة صارفنا مجرة أحمد نوحا رغن وهايد نسك النوع عاسن وكحن بارو على التحريم وحل قصر في عرفك السلف كله قبح أنا ماشا ميال قبل وحاوي أحاديثا ماشا كتمت وأحد الله صحيحة وحانا يوحق بحديث جابر وحديث ابن عباس وحديث أنس وحديث أسماء أفرت أحاديث بأحرق بدن وحيد راجل اللي هذا يوحي إلى الله إذا أنا مجرتي وذا دل له أي كافين بعدما نصوص يادل نك أجادي سيم مرصدا إيشك دو مدوسي إعلان مدونة فاسق ويهاسك إلى عليه يعني إذا آفين دين كان لدك عيار هران صومالي ويتقان دو مدوس وحيتا وادم بقول يا عربي هذا خليج كفرديا أو رسالة حريقي سندنا كتن تورك ذي بلقوا أفبي حديثك واشاد كم هو مدرج إسكا إلى لي هوش آية ذاب باشا حرام ويكف هذا يعني لقوا أفبي وذلك عقبة بن عامر وسحابة أمر سنجري يا وحلا بس شعر نوها وحب لي جرال لي نسود أعلاها وتأبى أصولها
وتأبى أصولها ولا خير في فرع إذا فسد الأصل. ساسو دي جريبة لشاعرنا هو أها يعني ما كركن مذوبين نابر تمها كديمنا هوس بكسو بحصو ما واتقانا مركز عحرين مذوبين صدح مان مذوب كديم هوس بك قسلي سو ما تقانان إذا قسلي سيصبه مركز عريج أن نسود أعلاها وتأبى أصولها سال كذبة ديني ولا خير في فرع إذا فسد الأصل مركو حاوي باشا بال أفاوي أنت سأفل بنانك كم مرة كفوا على أقل التقدير مسألة هذه اللي سوي وحارة ونار بالوجلي يمي وي بنان تاي إيمانك وحكينا يا إن هذا نينك مسلم كو بنان كم مرة سحر قدر بالس كجترة دع ما يريبك إلى ما لا يريبك نقول ميس متق إلى كعب صدا إلى أتكتكته وحن دبلهين أذو كبق هيا إنه دب آخر كارس وبحو مركا أنت إن عشر كسيو جذا قالين وحيرو كدم أنا حديث كي حلي شرعي سه دوم دوبي سه أن راعين إن شاء الله تعالى ما دم وقت وعريض إسكاها وحد من إن شاء الله تعالى إن لبراروشيو عرضا إن لجودوريو مذو أما مذا مذو مكبيرا من الكبائر بام سوى دم بصغيرة أو شو حك جوابي الفقيه ابن حجر الهيتمي في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر كبيرة بقول يكويو طبعا وحنا كتيرية إن تي كبيرة من الكبائر سداس كلا وحام رئيس شيخ ابن باز كنا فر بقول طبعا يسديه دمر وكتاب كنا سايق شرحه هاي أصنع الكاس ومر قضب كلا بعد مدن إلا الراعيو مسألة وحاوي إن عرض اللقود دوري مذب مذو ومن البدع عند أهل العلم من البدع عند أهل العلم الإمام المبطة كتاب كساء شرح والإبانة محاوة الإبانة الصغرى عفوا وحكجري ومن البدع أن يخضب الرجل لحيته ورأسه بالسواد الإبانة الصغرى سبحان الله وبقل يلحدا أيا الله غفيرين كرا بدع بدون أوترين أي أيوكو وقدقاي براروجنت صدحات الإمام أبو هريرة يالله ويديو اللي يدكورا الخضاب بالوسمة وسمضوا والنقار أصونا إحرادة لقود دوريو حق مدو حيجينا وقودودان يهي لكن وقود زائدة ويسوب الدلية مدو حيجين يسوب الدلية كورا بالين لو إعلانت وحول لا يجد المختضب بها ريح الجنة أبو هريرة سأورانا ننك كل إعلانته إعرادة كدورية باشا أيضا إمدو أما وسمدا جندا عرفت يده لماي ابن أبي شيبة صوصر في مصنفه بسند حسن سندك وحكجر وداد من رجال أبي داود وحجر حين أو سنجرين حافن ابن كثيرنا كتاب سيشاد الفقيه إلى أدلة التنبيه أوي لسندك وحسن سند ونكا كجر مدى أفراد ينب نضان إلا براروجيو وحاول يقول لها المعاصرين تا هذا النول أما قرني أن كجر النولاء جريودي نوال با مسألة إنه وحكي هذا سكودي بضن كود مركا لكن علماء أوا وينيد عصر هذا إنه نول الله النولاء أما جريودي وحي يقوم مرين أحاديث تكون تميد تحريم الخضاب بالسواد إن أحاديث صحيحات وحاكم إذا أحمد شاكر كتبتي صردن بهوش أحاديث تكون تميد صحيحية له شيخ الباني با كم إذا السقنة وحاكم إذا شيخ شعيب الأرناؤوط حاكم إذا شيخ ابن باز وذات كشيخ مقبل أصور رسالة قونه وكقره مثل هذا تحريم الخضاب بالسواد لي هذا وأدل الله رنبا هذا وقال الله مركة تاسنا وين هذا وقالتان تذكر مركة مثل هذا دردورة أما فرها قليا أما تافتاف تاقيا معاصرين ورن يرأوا بضن كنا كؤافيسا مثل هذا إنا يقرك مذوبيستان عرضان مذوبيان سيدي وذات كحاكم المطير حالا إذين شيغي كويتي أوكل وحنك قبها يا إن شاء الله تعالى مسألة كجتها يا لبر رسالة ويبدأها قيبك ماذا يقرأين هل مراجع رسالة كوباد وحل هذا اتحاف الأمجاد باجتناب تغيير الشيب بالسواد وذا السعوديان قري وحال تقديمي شغل باز أدنى وأماري هل آخر رسالة داس اتحاف الأمجاد باجتناب تغيير الشيب بالسواد طلباتنا والرسالة هذا إنه صوت شجنية ولها شيء مقبل تحريم الخضاب بالسواد أيضا هلا مراجعيو
انت انا كبح المرك وحام بضان الا برارجيو ولي عربه او كهل القضيه ده يا انواع دخر دغدغيستي شبهات قد وحاكمتها بعض المبشرون بعض المبشرين بالجنه ايا يا عرد مدوبين جريده هذين مركا ادبر او غسلي مركا سعد وقاص لغا سو غوري مركا او جيدان لغا سو غوري عثمان وا لو تري كما ناسخين سعدنا وا لو تري كما اسخين سان راجحه حتى ديكا صحدو مخي فايدين واحد من الصحابه اني سنه كقرصونته اما حكم الرسول كقرصومه شيء غريب ما لا يوجد احد من الصحابه ايسن كقرصوم سنه من السنه صحابي صحابته كمد اه او سنن محمد او سغن ايسن كقرصومين لسو هلي ماي سيدا روحا عدي الحافظ ابن تيميه وبعده تلمذه ابو عبد الله شمس الدين القيم سغو ادب وفاهيابا وتريا العشر المبشرون بالجنه سنن كقرصومين ابو بكر بكبلا وتريا ابو بكر بو قبطو وحير وحا كقرصومي ميراث الجده ايي مخي دحشا ابو بكر موسى رقول غران واي رجل صحابة أو صغار صحابة لغو تريو وكميد يهي محمد مسلمة رجل قد الكسو إسلامي مغيرة وكجر وليو مغيرة وقرنسة حلقو إسلامي ونبقى ويهمد وأييلك المسلمين ته وأفضل الناس بعد رسول الله وبكر بيكقر سونتي أي وحي دحشو إلهي وشيغان مغيرة من شعب أي محمد مسلمة الأنسار وقرنسان وحاكقر سومي الشهيد كونو سندية لهين أن الشهيد لا دية له إلهي وشيغي سيدنا عمر ضد يكون ضدين قولي مرتدين تها أما سيدنا عمر ونبي نبي علم إيمان بقوت المامي أها سنن كقر صومي أنتو خلافة هاي تمنام بيضافية رمضان وقى شرحان يعني وحال يدي الغريق يتعلق بكل عود بعرب ترى بكل عود أنا وحنا أنا نبي ضاد قاضي حب عسكبي من أها بركة فلان من الصحابة مثلا قرك مدوبة سنجري لسوه لما يا صحابي أي سنة السوق قردي كد من الخلافي وقرك مدوبة أم عهد مدوبة أقصى ما في الباب ماشي وحك وجره وحوي وداد عن حكم كأغيني مثلا يا خلطمي وأنا معذور وعيد كالصومرتين لا يريحون رائحة الجنة لا يتعلق بهم على وعيد وعيدكو سيدا سنة كومرتين وحي مسائل كأخبار الشارع لقوه هذا لا بالعقل ولا بالفطرة أن لقوا أغانين لكن سمعك يؤدي لذا بس لقوا أغانين روحكم اللازمته من قبطه إلى أي سنة سوقها دام خبر الشارع وسوقها مركة تاسي وحما عنا دراء ويان لقوا مشغول درسوا انت قبلا محملوها ديا عن جانسة إن شاء الله تعالى وحنسكو دينا كلمة قولية مثل ذا كقبط إن شاء الله انت أنا كقدتقنو مثل ذا إيضا